وزارة الصحة وبالشراكة مع المنظمات العالمية تطلق الاستراتيجية الوطنية للقاحات في جميع مناطق البلاد. مبادرة الرؤية الشاملة خطة متكاملة للنهوض بواقع القطاع الزراعي وتعويل على إحداثها الطفرة النوعية. حياكم الله. في إطار الأسبوع العالمي للتحصين والتوعية بالمضادات الحيوية، أطلقت وزارة الصحة استراتيجية الوطنية واللي تهدف إلى زيادة التغطية للمستفيدين من برامجها التحصينية وبالشراكة مع المنظمات العالمية، فضلا عن الحملات السابقة اللي حققت نتائج باهرة وحجزت لها موقع مميز بين دول المنطقة، وهذا ما هو مثبت في تقارير العمل المشتركة، بيد أن الوزارة تسعى إلى رفع هذه الإحصاءات بما يوسع من عديد المستفيدين من برامج اللقاحات ويضمن صحة عامة آمنة وفعالة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فنستكمل فيه تسليط الضوء على المشاريع المضمنة في الأولويات الحكومية، فإن المبادرة الشاملة اللي أطلقتها حكومة الخدمة الوطنية تسعى إلى الارتقاء بواقع القطاع الزراعي اللي شهد ثغرات واضحة خلال مدد سابقة لما تتضمن من ركائز أساسية يعول عليها في وضع رؤى تنموية وهيكلية استراتيجية، فضلا عن طبيعة الفرص اللي راح تأثر في هذه المبادرة ويستفيد منها شرائح متعددة. هاي الملفات ضمن حصادنا لهذه الليلة راح نتابعها وناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله في أسبوع التحصين العالمي. سلطت وزارة الصحة والمنظمات العالمية سلطت الضوء على أهمية اللقاحات وتعزيز الإقبال على خدمات التطعيم. تنفيذ هاي البرامج الوقائية أسهم وراح يسهم أيضا في رفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع ويدعم البرنامج الوطني للتحصين. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقش مع ضيفاتنا الكريمات، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدنا الزميل علي حبيب. في الأسبوع العالمي للتحصين أقامت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا للتعريف بالأهمية البالغة للقاحات طوال الحياة ومتابعة نسب تطبيق برنامج التطعيم والعمل على تطويره. وحسب المؤشر بالنسب البيانية، فإن الوزارة حققت معدلات تغطية عالية من خلال توسيع نطاق الوصول بما يدعم تحقيق بيئة صحية قوية ومرنة. خلال هذا العام سيتم إطلاق جولة جديدة من فعالية تكثيف الخدمات التلقيحية المتكاملة كاستجابة لتزايد حالات مرض الحصبة في بعض مناطق العراق، وكذلك سوف يتم إطلاق حملة وطنية متعددة اللقاحات في جميع المناطق بتاريخ 21/5/23 ولمدة 10 أيام، والتي نأمل من خلالكم حث المواطنين للتعاون مع الفرق التلقيحية. اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشة عالمية رصينة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتماد أي علاج وخصوصا اللقاحات إذا لم تكن معتمدة من قبل المنظمات الدولية. هذه الجهود المحلية تأتي بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تعمل هي الأخرى على إذكاء الوعي بأهمية اللقاحات وضمان حصول الحكومات على ما يلزم من إرشادات
ودعم تقني لتنفيذ برامج تحصين رفيعة المستوى. فعمل هذه المؤسسات الشريكة عضد من العمل المبذول. منظمة الصحة العالمية تعنى بدعم وزارة الصحة لتعزيز النظام الصحي ككل بما في ذلك جهود التحصين، والحمد لله الآن نحن نفتخر بوصول العراق إلى مستويات عالية قد تصل إلى 93%، ونرنو إن شاء الله إلى الوصول إلى معدلات أكثر خلال الحملة المقبلة إن شاء الله. قيمة اللقاح لا تقتصر على الجرعات التي تعطى، وإنما تكمن في اللحظات الإضافية التي أعطيت والأعمار التي مددت. فبرامج التحصين استراتيجية وأساسية في تحقيق الأولويات الصحية، خاصة مع الإشادات الكبيرة بفاعليتها. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأحيي ضيفتي الكريمتين الدكتورة زهراء محمود من قسم التحصين في دائرة الصحة العامة. حياكم الله دكتورة زهراء، ضيفة كريمة، أهلا مرحبا بحضرتك. وكذلك أهلا مرحبا بكم. وكذلك أرحب بالدكتورة ربا فلاح من إعلام وزارة الصحة. حياكم الله دكتورة ربا. دكتورة ربا، خلي أبدأ ويا حضرتك من هذا النشاط اللي صار اليوم، نتحدث عن مرتكزات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التحصين اللي تعزها وزارة الصحة، إضافة إلى يعني ما يعد إلى المستفيدين ويقدم لهم. حياكم الله. من جدول اللقاح الوطني او جدول اللقاحات الروتينيه، طبعا اللي هذه راح تكون يوم 21/5 ولغايه 10 ايام، طبعا بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه وايضا منظمه اليونيسيف حتى نغطي اكبر عدد ممكن من الاطفال اللي ما تلقوا اللقاح لغايه الان. وطبعا هذه الحملات ليست هي بالحمله الاخيره، وانما عده حملات تطلقها وزاره الصحه بين حين واخر حتى نصل الى تغطيه شامله وعاليه من نسب الملقحين، اللي نحن نقدر نمنع من الامراض اللي تكون انتقاليه او الوبائيه اللي ممكن ان تحدث في حال انه الطفل ما تلقى اللقاح الخاص به، واحنا من خلال اللقاحات راح نقدر نحميهم من كثير من الامراض. دكتورة زهراء، أجدد ترحابي بحضرتك ونسأل يعني كم وصلت نسب التغطية للقاحات حتى الآن، وش قد مقدار الإضافة اللي راح يحققها البرنامج الوطني للقاح خاصة لمرض الحصبة؟ نعم، السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بداية أود التوجه بالشكر إلى قناتكم الموقرة لإتاحتها الفرصة وتسليط الضوء على موضوع مهم جدا وهو تلقيح الأطفال وتحصينهم. طبعا منذ انطلاق البرنامج التحصين الوطني عام 1985 لحد الآن كان ارتكز هذا البرنامج على أسس علمية وعالمية رصينة،
ويهدف إلى أن لا يموت أو يعاق أو يمرض أي طفل من أمراض ممكن الوقاية منها باللقاحات، عن طريق تنفيذ مفاهيم البرنامج المعتمدة وطنيا وعالميا، تنفيذها بأقصى درجات الجودة وتوزيعها توزيعا عادلا ومنصفا لكافة فئات المجتمع. طبعا أول ما بدأ البرنامج بدأ بأربع لقاحات تضم تقريبا 6 فيروسات وبكتيريا تحمي من عدها. هذه الفيروسات والبكتيريا تؤدي إلى أمراض خطيرة قد تؤدي إلى العوق والوفاة. طبعا حقق إنجازات عظيمة البرنامج التحصين خلال 5 سنوات من 2015 إلى 2019. استطاع العراق ووزارة الصحة، دائرة الصحة العامة قسم التحصين، برفع نسبة تغطية مقدارها 10% باللقاح الحاوي على الثلاثي، وبذلك احتل المرتبة الثالثة عالميا بمقدرته برفع نسبة التغطية. طبعا بعد 2020 وجائحة كورونا، طبعا جائحة كورونا ألقت ظلالها على النظم الصحية كافة عالميا وعلى الخدمات التلقيحية بالأخص، أدت إلى انخفاض عالمي في نسب تغطية اللقاحات كافة. طبعا أي انخفاض في نسب تغطية اللقاحات يدق لدينا ناقوس الخطر من احتمال إعادة ظهور أمراض المستهدفة بالتلقيح، أمراض أصبحت من الماضي نسمع بها، وذلك بسبب تضافر الجهود في إيصال اللقاحات إلى الأطفال وحمايتهم. طبعا كرد فعل لردم هذه الفجوة ولإعادة نسب التغطية إلى المستويات المقبولة عالميا، تم تنفيذ عدة نشاطات منذ نهاية عام 2021. وفي عام 2022 قام قسم التحصين في وزارة الصحة بتنفيذ فعاليات تكثيف خدمات التلقيح المتكاملة التي تم تنفيذها في شهر شباط من عام 2022، واستمرت هذه الفعالية شهريا. تهدف هذه الفعالية إلى تقديم لقاح الكوفيد 19 وكذلك لقاحات الأطفال الروتينية في مناطق عالية الخطورة خارج المراكز الصحية. تم احتساب هذه المراكز حسب خطط تم وضعها المراكز الصحية وتحديد المجتمعات ذات النسب التغطية المنخفضة وزيادة في عدد المتسربين. طبعا أدت إلى رفع نسب التغطية في اللقاحات ارتفاع ملحوظ. أيضا تم تنفيذ حملة متعددة اللقاحات في نهاية عام 2022 في شهر 12، طبعا لأول مرة تم تنفيذها في العراق. هذه الحملة هدفت إلى تلقيح الأطفال المتسربين، وطبعا كان من نتائج الحملة أنه وصلنا إلى نسب تغطية لم نصل لها سابقا منذ انطلاق البرنامج الموسع للتحصين. طيب خليني أرجع دكتورة ربا. دكتورة نتحدث عن هذه الحملات لما تقاد بأسس علمية ورصانة طبية، بالتالي يجب أن نشير إلى دور المنظمات الفاعلة والمشاركة في هذه الحملات كمنظمات دولية، كيف تسهم جهودها في توسيع نطاق التغطية؟ يعني في حملات وزارة الصحة اللي تطلقها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لها أثر كبير، وأيضا المنظمات الدولية اللي بتساهم في هذه الحملات وأيضا وصول أو تغطية أكبر عدد ممكن من الأطفال. إحنا يعني في سنة 2010 لعند 2017 يعني تقريبا أكثر من 21 مليون طفل تم تلقيحهم وأيضا حمايتهم من خطر الموت نتيجة مرض الحصبة، يعني هذه عدد كبير جدا. أيضا في سنة 2022 وصلنا إلى نسب عالية من التلقيح، تقريبا وصلنا إلى 93% من بالنسبة التلقيح بالنسبة لشلل الأطفال، وأكثر من 88% بالنسبة للحصبة. فبالتالي هذه كلها أعداد يعني كبيرة، وأيضا في تزايد، يعني في سنة 2020 العراق حصد المرتبة الثانية من ضمن 10 دول اللي هي
بالنسبه للتغطيه العاليه للقاح الثلاثي، يعني هذا بالتاكيد انجاز كبير، وايضا لتشمل بقيه الاطفال اللي احنا نكون متسربين او ما وصلهم اللقاح لغايه هذه اللحظه. فبالنسبه للحملات وبالنسبه اللي تنطلق بين فتره واخرى، هذه اكيد راح تغطي لي اكبر نسبه من الاطفال المتسربين بالنسبه لجدول اللقاحات الروتينيه، واحنا الهدف منها انه نزيد نسب التلقيح وايضا الفعاليات التلقيحيه، وايضا نزيد من الرصد بالنسبه لهذه الاوبئه او اللي ممكن تترتب عليها في حال انه الاطفال ما تلقوا اللقاح. فبالتالي جدا مهمه عمليه اللقاحات وعمليه ايضا وصول اللقاح لاكبر فئه من الاطفال حتى نوصل الى تغطيه عاليه بالنسبه، بالتالي احنا راح نزيد من المحصنين للامراض الانتقاليه اللي ممكن تنتقل نتيجه عدم اخذ طفل الى دكتورة زهراء. لما تحدث دكتورة ربع عن رصد الأوبئة ورفع نسب المستفيدين وكل هذه الإنجازات اللي نريد نحققها، هذا بطبيعة الحال يحتاج إلى إمكانيات، فشنو أبرز التحديات اللي راح تواجهنا أو تواجه فرق التحصين وتقلل من إمكانية الوصول للشرائح المستفيدة؟ نعم، إحنا في كافة الحملات التلقيحية توجد هنالك صعوبات تواجهها الفرق التلقيحية. طبعا من أهم هذه الصعوبات هو إقبال المجتمع على اللقاحات. طبعا بالرغم من أهمية اللقاحات وكفاءتها في حماية المجتمعات من الأمراض المستهدفة بالتلقيح ومضاعفاتها الخطيرة، لا يزال هنالك بعض الأهالي يتخوفون ويترددون في أخذ اللقاحات، وذلك تعتمد إلى عدة عوامل، من أهمها طبعا الشائعات التي تطلق بين حين وآخر فيما يخص اللقاحات التي زادت خاصة بعد لقاحات كوفيد 19 وما صاحب اللقاحات من وباء معلوماتي. ليش نسميه وباء معلوماتي؟ لأن كان وطأة المعلومات المغلوطة والغير صحيحة والإشاعات التي تمس اللقاحات كان وطأتها على الواقع الصحي مشابهة لوباء الجائحة. فطبعا ندعو الأهالي وكافة المواطنين إلى محاربة الشائعات وتحري المعلومات من مصادرها العلمية الصحيحة. طبعا قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى وهيئة الإعلام والاتصالات، تبذل جهود كبيرة من أجل تصحيح هذه المعلومات المغلوطة ومحاربة الشائعات وللحفاظ على نسب تغطية اللقاحات. طبعا هذا أهم عائق لعمل الفرق التلقيحية. يوجد أيضا عوائق أخرى لعملها، كأن تكون ظروف أمنية غير مستقرة، فطبعا توجد بعض المناطق غير مستقرة أمنيا يؤدي إلى صعوبة في وصول الفرق التلقيحية إلى تلك المناطق وصعوبة العمل بها. طبعا قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع القوات الأمنية كافة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وذلك لتوفير حماية وضمان وصول الفرق التلقيحية وعملها بطريقة آمنة لإيصال اللقاحات إلى الأطفال. أيضا توجد مناطق عشائريا غير مستقرة، توجد بها نزاعات عشائرية كأي تكون خلافات بين عشيرة وأخرى، قد تؤدي إلى صعوبة عمل الفرق التلقيحية في تلك المناطق. طيب دكتورة ربا، يعني ما دكتورة زهراء تستعرض عدة تحديات، هنا خلينا نتوقف عند قضية التثقيف أو الارتفاع أو زيادة الوعي الإعلامي، وحضرتك ضمن فريق إعلام وزارة الصحة، وأشار الدكتورة زهراء إلى تعاون وزارة الصحة مع هيئة الإعلام والاتصالات، فإذا دور نتحدث عن عمليات التثقيف وإبراز أهمية برامج اللقاحات، دورها في التنمية الصحية المستدامة كيف يكون؟ هي أكيد بالنسبة للفرق الصحية أو التثقيفية هي مستمرة طبعاً بالتعاون لا مع دائرة الصحة العامة بتثقيف المواطنين
حول ضرورة وأهمية أخذ اللقاح حتى نتجنب الأمراض الانتقالية أو الأمراض اللي ممكن أن تنتقل في حال أن الشخص ما التقى اللقاح سواء الكبير أو الصغير. وإحنا بالنسبة للقاحات هي اللقاحات جميعها آمنة وفعالة، يعني أي لقاح يتم إعطاء سواء للكبير أو هي كلها من ناشئة عالمية رسمية، وأيضا ما تستخدم إلا إذا كانت تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. فبالتالي هي آمنة وفعالة بنسبة 100%. وإحنا لاحظنا حتى في جائحة كورونا ممكن تأثرت كانت نسبة قليلة من الملقحين من كورونا الأطفال المتسربين من اللقاح اللي هاي ممكن واجهتنا أكثر التحديات نتيجة إنه جائحة كورونا أدت لي إلى تأخر بأنظمة الصحية في اللقاح فقط وإنما حتى في كل بلدان العالم، فبالتالي أدت لي إلى تخلف يعني كثير من الأطفال تأخروا بمواعيدهم عن أخذ اللقاح. لكن احنا قدرنا ان نعوضنا خصوصا في سنه اللي ما بعدها 2022 و2000 هسه ان شاء الله سنه 2023 راح نقدر انه نزيد اعداد الملقحين. التيم هذه بتضافر الجميع من جهود الجميع ليس فقط وزاره الصحه وايضا المنظمات الدوليه منظمه الصحه العالميه واليونيسف وانما ايضا دور الاعلام ومن ضمنها قناتكم الكريمة اللي بتساهم بنشر التوعية والتثقيف حول أهمية أخذ اللقاح وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية أو الانتقالية خلال أخذنا للقاح. إحنا ضروري نشجع المواطنين ونشجع كل بيت عراقي عنده أطفال إنه يلقح حتى بالحملات اللي تقوم بها وزارة الصحة لأن أكثر يعني قسم من الأطفال المتخوفين من هذه اللقاحات أو المتخوفين من هذه الحملات أو يقول ممكن أني أطفال ما في اللقاحات لا ما بينا ضرر إني أخصص لك اللقاح. هذه كل اللقاحات آمنة تؤدي إلى فعالية كبيرة، بالتالي راح تحصن أطفالنا من الأمراض اللي ممكن تكون وبائية بشكل خصوصا احنا اللي واجهتنا الشائعات اللي اطلقت والتقاليد حول اللقاحات من ضمنها لقاح كورونا وكوفيد 19 اللي اغلبهم ربطوها بعدم الاحتجاب او الموت المفاجئ وغيرها. طبعا هاي كلها تقاليد وزاره الصحه تمدت هذه الشائعات، وبالفعل احنا لحد يومنا هذا اللي تلقى اللقاح كوفيد 19 هو ما يعني ما سجلنا اي اصابه او اي وفاه جراء تلقي اللقاح. بالتالي احنا اللقاحات جميعها مهمه جدا للصغير او الكبير حتى نحصن نفسنا من الامراض الانتقاليه والوبائيه اللي ممكن ان تحدث او تترتب نتيجه الشخص الميت تلقى اللقاح. طيب دكتوره زهراء، يعني يبدو ان القضيه قضيه تخادميه بين المسارات اللي يشدها الإعلام والمسارات الطبية، بالتالي نتحدث بما أشرت إليه الدكتورة ربا فلاح عن مأمونية هذه اللقاحات حتى تكون مادة إعلامية لوسائل الإعلام. شو نتحدث عن هذه المأمونية للقاحات ومطابقتها للمواصفات العالمية حتى نستثمر منصة الأيام أيضا من ضمن المسارات الإعلامية لتوعية المواطن وتثقيفه؟ نعم، طبعا منذ انطلاق برنامج التحصين الوطني لحد الآن كانت سياسة العراق وسياسة وزارة الصحة أن يتم إدخال اللقاحات فقط التي تحصل على اعتمادية من قبل منظمة الصحة العالمية. اللقاح حتى يحصل على اعتمادية من قبل منظمة الصحة العالمية يمر بعدة اختبارات وعدة لجان من ضمن لجان وخبراء، تقريبا 12 مرحلة يمل بها اللقاح سواء مختبرية وسريرية ومتابعة الآثار الجانبية بعد التلقيح. فجميع اللقاحات التي يتم إدخالها إلى العراق واستيرادها هي تكون معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتكون من مناشئ عالمية رصينة، وبعد إدخال اللقاح إلى العراق أيضا يخضع إلى عدة لجان فنية وفحص في المختبرات للتأكد من سلامة اللقاح وفعاليته، وأيضا تتم حفظ اللقاحات ضمن إدارة فاعلة للقاحات وسلسلة التبريد. طبعا تضمن شروط حفظ اللقاح وخزن اللقاح أثناء النقل والتوزيع ضمن درجات الحرارة الموصى بها عالميا وحسب شروط النقل والخزن المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. لحين إعطاء اللقاح إلى المستفيد تتم متابعة مكثفة
إلى طريقة حفظ اللقاح ودرجة حفظ اللقاح، وتوجد مؤشرات عديدة للتأكد من سلامة هذه اللقاحات وفعاليتها. طبعا قد تحدث بعض الآثار الجانبية بعد التلقيح، وهذه الآثار يعني موجودة في كافة المستحضرات الطبية، في كافة الأدوية ممكن أن تحدث آثار جانبية بعد استخدامها. قد تحدث بعض الآثار الجانبية، وأغلب هذه الأعراض الجانبية تكون طفيفة وبسيطة تزول خلال يومين أو ثلاثة. قد تشمل ارتفاع في درجة الحرارة، ألم في موضع الحقن أو احمرار، فطبعا تزول بمجرد إجراءات بسيطة كزيادة إعطاء السوائل إلى الطفل، وضع كمادات باردة على موضع التلقيح، أو باستخدام بعض المسكنات البسيطة، وتزول هذه الآثار الجانبية يومين إلى ثلاثة. طبعا بالرغم من حدوث بعض الآثار الجانبية بعد التلقيح، إلا أن الفائدة من التلقيح تفوق كثيرا الآثار الجانبية البسيطة التي تحدث بعد التلقيح. ويوجد في قسم التحصين شعبة خاصة هي شعبة سلامة ومأمونية اللقاحات، لديها نظام الكتروني لرصد الآثار الجانبية بعد التلقيح في كافة المنافذ التلقيحية الموجودة في القطر. فجميع اللقاحات المستخدمة في العراق هي لقاحات فعالة وآمنة ومن مناشئ عالمية رصينة، وجميعها معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وفق المعايير العالمية المعتمدة. نتمنى النجاح للبرنامج الوطني للقاحات، وأشكرك شكرا جزيلا الدكتورة زهراء محمود من قسم التحصين. شكرا جزيلا. في دائرة الصحة العامة أثريت الحوار، وشكر الجزيل لحضرتك الدكتورة ربا فلاح إعلام وزارة الصحة. نتواصل وإياكم مشاهدينا الأحبة بعد الفاصل، نتابع. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور مهدي ضمد مستشار وزارة الزراعة، حياكم الله دكتور مهدي، مرحبا بحضرتك، وكذلك أرحب بالشيخ حاتم الدفاعي عضو الجمعية الفلاحية فرع المدائن، حياكم الله حاج حاتم. أبدأ حضرتك دكتور، نتحدث عن إسهام تشكيل لجنة مؤلفة من المفاصل المهمة في العملية الزراعية. هذه اللجنة من مهامها أن تسهم في إيجاد أرضية خصبة لمبادرة التنمية الشاملة.
دكتور مهدي. نعم، شكرا جزيلا، تحية لكم ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد بالنسبة لنا تعرف أنه بلدنا زراعي، هويتنا زراعية، مقومات النهوض بالقطاع الزراعي إن شاء الله متوفرة ومدعومة الآن من دولة رئيس الوزراء، لأنه هو ابن القطاع الزراعي وأدار وزارة الزراعة كوزير زراعة، واهتمامه جدا عالي بالقطاع الزراعي، وهذا واضح من المنهاج الوزاري والفقرات الستة اللي ضمنتها فقرة الزراعة والمياه. لذلك التنمية المستدامة كما نؤمن وكما أيضا دولة رئيس الوزراء أكد على هذا الشيء، أنه التنمية المستدامة تبدأ بالزراعة وتستمر لتشمل القطاعات الأخرى، لأنه مخرجات الزراعة هي مدخلات للقطاع الصناعي، ومخرجات القطاع الصناعي هي أغلبها مدخلات للقطاع الزراعي. فلذلك من هالمنطلق هذا التنمية المستدامة اللي هي الزراعة النفط الدائم، فهذه حقيقة. مخرجات الزراعة يعني العملية الإنتاجية يحتاجها المواطن، ويحتاجها أيضا خارج العراق إذا صارت فرص التصدير أيضا يحتاج. فلذلك ما عندنا شك بأنه القطاع الزراعي هو القطاع المعول عليه بأنه يكون القطاع الساند لاقتصاد بلدنا. الآن نجي على المبادرة. طيب، المبادرة أولا يعني اختيار أعضاء اللجنة أو الجهات اللي شكلت من هذه اللجنة هي بمستوى المسؤولية وهيئة المستشارين، ممثلين من هيئة المستشارين، مكتب رئيس الوزراء ورئاسة الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة الموارد المائية، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وكذلك البنك المركزي، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية على ما أعتقد، ربما يكون أكو بعد شيء إضافي إلى هذه اللجنة. فهذه اللجنة هي مسؤوليتها أنه كيفية النهوض بالقطاع الزراعي، وبالتأكيد النهوض بالقطاع الزراعي يحتاج إلى مراحل، مرحلة متوسطة، مرحلة بعيدة المدى، والمرحلة اللي هي آنية. فالمرحلة الآنية بدينا بها من بداية تشكيل هذه الحكومة، وهي زيادة سقف المساحات الزراعية الإرواء، يعني بالإرواء، والاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية. والحمد لله والشكر كانت خطة زراعية ناجحة، والآن في مرحلة الحصاد وجني ثمار هذه الخطة الشتوية، وإن شاء الله راح يكون عندنا إنتاج من الحنطة وفير بإذن الله. القطاع الزراعي بالتأكيد لا يعني الجانب النباتي فقط، وإنما الجانب الحيواني والصناعات الزراعية التحويلية والصناعات الساندة للقطاع الزراعي. لذلك هذه اللجنة راح تبحث في هذه المحاور، جميع هذه المحاور، بضمنها النقطة المهمة والأساسية اللي هي التسويق الزراعي. معروف بأنه أغلب المحاصيل الزراعية هي سريعة التلف، فلذلك عندنا ضعف بالتسويق الزراعي. التسويق الزراعي يصير عندنا فقد، اللي هي نقول من مرحلة البذار إلى مرحلة وصولها إلى المستهلك أو المائدة، مائدة المواطن. كل هذه الأمور مجتمعة يحتاج لها إلى فترة زمنية، يحتاج لها إلى دعم، ويحتاج لها إلى مساندة من قبل الوزارات القطاعية الأخرى. الوزارات القطاعية لما تكون هي مساندة، وهذا واجبها، وجدت الرحاب بحضرتك شيخ حاتم. يتحدث الدكتور القيسي عن وجود عدة جهات، فهذه الجهات بحاجة إلى بلورة جماعية من أجل إعطاء ضمانات بأن هذه المبادرة راح تكون قابلة للتطبيق وما تتقاطع مع خطط الوزارات. شلون نشوف طريقة التعاون بين كل هذه الجهات اللي مسؤولة عن هذا القطاع؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، والشكر موصول لضيفكم الدكتور مهدي المحترم. حياكم الله شكرا. حقيقة ما تقدم به استاذنا ودكتورنا دكتور مهدي المحترم كان يعني إيجاز لما قدم دولة رئيس الوزراء في ما يخص المبادرة الزراعية. أنا إذا تسمحوا لي يعني يعني مرور سريع فيما يخص المعوقات العملية الزراعية، هي ليست وليدة
اللحظة ولا وليدة الصدفة أو سنوات قليلة. إحنا تعرفون جنابكم العملية الزراعية يعني تعرضت إلى انتكاسات لعدة قرون، يعني في الثمانينات كانت لدينا الحرب العراقية الإيرانية، واللي تعرفون جنابكم معظم الفلاحين هم كانوا يذهبون إلى ساحات القتال، وهذا أثر على الجانب الزراعي تأثير كبير وتأخير. كانت الفترة الذهبية للقطاع الزراعي هي في فترة السبعينات اللي كانت فيها المشاريع، مشاريع الإسحاقي ومشروع الدبوني ومشاريع عملاقة جدا لا تزال يعني لحد الآن عاملة. التسعينات وما ترتب عليها من حصار كان يعني انعكاسه كبير جدا على الجانب الزراعي، وهذا كله يؤثر يعني على تراجع القطاع الزراعي من كافة النواحي، وحتى بعد 2003 يعني عدم الاستقرار والعملية السياسية وداعش وما حدث. نحن حقيقة يعني نحن المشكلة كبيرة وكبيرة جدا لدينا في القطاع الزراعي. يعني مبادرة دولة رئيس الوزراء حقيقة أسعدتنا نحن الفلاحين، وكانت مبادرة في محلها وفي وقتها. يعني نحن نعيش أزمة مياه، ونحن نعيش أزمات متعاقبة في جانب الاستيراد على القطاع الزراعي، ويعني نعيش فترة ركود الآن. يعني نحن كأنما بذرة وزرعتها وخرجت إلى الحياة حقيقة، يعني أريد أوصفها بهذا المثل. فهي المبادرة تصب في مصلحتنا، مصلحة الفلاحين القطاع الزراعي بدرجة الأساس، والتنسيق مثل ما تفضل سؤال جنابك، التنسيق جدا عالي وواضح يعني من خلال متابعتنا للنشاطات الدوائر المعنية، الزراعة والموارد المائية والبنك المركزي ووزارة الموارد المائية وخير مثل يعني خير مثال على ذلك. يعني في نفس اليوم زار دولة رئيس الوزراء محافظة واسط، في نفس اليوم تم تحرير صك إلى أحد الفلاحين وبمباركة دولة رئيس الوزراء سلم إليه. فنحن نلتمس خيرا ومن هذه المبادرة. هذا الالتماس يعني دكتور مهدي راح نخليه ضمن عوامل نجاح هذه المبادرة، باعتبار أنها لاقت المقبولية من المستفيدين، وأيضا واحدة من نقاط المبادرة اللي راح تعمل عليها المبادرة أنه إيجاد فرص عمل لخريجي كليات الزراعة، البيطرة، باقي الاختصاصات. ونحن يعني مواعدين من قبل حكومة الخدمات بأن هنالك تعيينات للخريجين للأوائل حملت الشهادات العليا. هل هذه المبادرة راح تستوعب لنا أعداد خريجين جدد؟ نعم، شكرا جزيلا. بالتأكيد هذه المبادرة راح تكون هي البديل عن التعيين في وزارات أو دوائر يعني كل حسب اختصاص الزراعة أو طب بيطري. هذه المبادرة بتقديري الشخصي يجب أن تتوجه الأنظار إلى تشكيل جمعيات تخصصية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، وأعتقد وإن لم أكن أجزم بأنه موجودة أرض زراعية متوفرة عندنا وصالحة للزراعة اللي هي في المناطق الصحراوية. اليوم استغلت هذه المناطق الصحراوية أفضل استغلال في محافظة كربلاء المقدسة، نجف الأشراف، في السماوة، يعني هسه المزرعة اللي أسست في. فلهذا أني أقول يتوجه الأنظار إلى المناطق الصحراوية، عندنا في الأنبار، في صلاح الدين، في المثنى، في نجف كربلاء، هذه توجه إلى جمعيات زراعية متخصصة من المهندسين الزراعيين الأطباء البيطريين، وتعتمد التقانات الحديثة للزراعة. ما هي التقانات الحديثة؟ اليوم عندنا إحنا مشكلة في محافظات الوسط والجنوب هي تغدق وتملح التراب نتيجة لنظام الري، الري القديم اللي هو الري السيحي. فنلتجئ إلى المناطق الصحراوية واستخدام الزراعة الحافظة اللي تسمى زيرو تيلج، اللي هي تعتمد على الحراثة الخفيفة جدا وزراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية، واستخدام الري بالرش ومنظومات الري بالرش. إذا ماكو مطر فراح يكون ري تكميلي حتى ما يموت المحصول إذا ما كان عنده مطر. هذا جانب. جانب الجمعيات هذه
راح تكون مهيئة شلون جمعيات مستخدمي المياه في مسألة استخدامات المياه. فالأرض الزراعية كل ما تتفتت كل ما اقتصاديتها تقل، لهذا هذه الجمعيات بحجمها الكبير راح تكون اقتصادية وتكون إدارتها أيضا ميسرة وسلسة. فضلا عن ذلك نلجأ إلى استخدام المناطق الصحراوية بزراعة النخيل والزيتون عالي الزيت والفستق الحلبي والسدر، هذه أربعتها هي محاصيل إنتاجية ذات لها مردود اقتصادي وهي مقاومة لهذه البيئة الصحراوية وهي مثبتة لحركة الكثبان الرملية. وأجذب انتباه إلى أنه المناطق الصحراوية هي ليست متصحرة، وإنما المناطق المتصحرة اللي هي انخفاض بإنتاجيتها مثل ما موجود في عدد من المحافظات وإنتاجية الأرض ضعيفة، فلذلك تدخل في مفهوم التصحر. فهذه المناطق الصحراوية تزرع بها كذا محاصيل أو يعني بساتين نخيل زيتون عالي الزيت وفستق حلبي وسدر، وراح يكون طبعا جواح حمضيات وبزراعة نظامية واستخدام الري بالتنقيط. هذه النقطة الأساسية والجوهرية أنه الري بالتنقيط حتى نقنن استخدامات المياه، لأنه إحنا مقبلين على ندرة مياه. هسه إحنا في مرحلة شح المياه، لكن راح نوصل في مرحلة من المراحل على ندرة المياه. لذلك لازم نحسب حساب إلى إنتاجية الأرض الزراعية وإلى قيمة المياه عندما نستخدمها، كل قطرة مي لازم نحسب حسابها. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة إن الصناعات الزراعية أرتقي بيها حتى أحافظ على المحاصيل من التلف، لأنه مثلا عندي طماطم وهي معروفة كلش بالزبير وصار عندي فائض بالإنتاج، أي وين راح يروح بيه الإنتاج؟ استهلاك يومي محدود، أخزنه كلف تبريد. فلذلك معامل لإنتاج محجون الطماطم، معامل للمربيات المخللات، معامل للتمور وإنتاج صناعات من التمور، يعني الخال، الدبس، سكر السائل، التخمرات الصناعية، كثير من الصناعات ممكن أن تنتج من عملية التصنيع الغذائي، إضافة إلى ذلك المنتج الثانوي اللي يفيده بالأعلاف. يفيدنا بكثير من الصناعات الساندة لهذا. لذلك يجب أن نرتقي بالقيمة الاقتصادية والقيمة التغذوية للمحصول الزراعي، خاصة المحاصيل الخضر، حتى نحافظ عليها من التلف، وقيمتها الاقتصادية راح تكون أكثر، وما يحتاج إلى خزن لأنه وسيلة التصنيع هي وسيلة حفظ إلها. فإرادنا نفكر بأساليب تحاكي أو يعني تلامس أصل المشكلة اللي هي فقد ده يصير عندي، ويصير عندي شح بالمياه، ويصير عندي انخفاضية بإنتاجية الأرض. هذه العوامل المجتمعة لازم نوع. النقطة الأخرى الجوهرية لازم يكون عندنا نوع من الحماية إلى المنتج، وأكو قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 سنة. إذن هو الموضوع متشعب وليس خاص بوزارة الزراعة، وأكو وزارات ساندة وجهات ذلك، أنه المبادرة الزراعية بحاجة أو هي تكون حل لجمع كل هذه الجهات القطاعية لاستثمار هذا الموضوع. شيخ حاتم، نتحدث عن انطلاق المبادرة ودخولها حيز التنفيذ، هل راح يعطي رسائل اطمئنان بأن التوجه الحكومي راح يكون إصلاحي لهذا القطاع لما تكون كل هذه الجهات القطاعية مشتركة في إنجاح هذه المبادرة؟ شيخ حاتم. نعم، أنا لا تسمح لي أثني على كلام سيادة الدكتور مهدي ضمد في ما يخص جمعيات المتفرغين الزراعيين، وأن أود أن أكد لدينا تجربة في هذا المجال هي جمعية المتفرغين والخريجين الزراعيين في واسط، اللي حاليا تعمل منذ سنتين في مساحة قدرها 4000 دونم، وكان إنتاجهم في مستوى عالي جدا، لأن هم يعني بالأساس هم خريجين زراعيين وفلح في ذات الوقت. فيعني هذه التجربة جدا يعني تنفع القطاع الزراعي، وبنفس الوقت تقضينا على البطالة في المجتمع. فيما سؤال جنابك الكريم،
نعم. احنا نعم متفائلين في مبادرة دولة رئيس الوزراء. انت تعرف من خلال السوشيال ميديا دولة رئيس الوزراء هو ابن القطاع الزراعي وخريج زراعة وكان مدير شعبة زراعة الكويت، فيعني الزراعة هي في ضميره. هذا من جانب معنوي، ومن جانب يعني مهني دولة رئيس الوزراء هو تلاحظون برنامجه الحكومي واضح في كل القطاعات ومن ضمنها القطاع الزراعي، ودنلمسه على أرض الواقع في حياتنا اليومية. فنحن نأمل أمل كبير في البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء وبالمبادرة الزراعية التي هي جزء من هذا البرنامج. نعم. طيب شلون راح تستعد أو عفوا تستعيد دكتور مهدي هاي المبادرة، تستعيد النظر بكيفية إدارة الأراضي الزراعية وانبثاق صندوق التنمية الزراعية، وحضرتك أشرت إلى كثير من عناصر القوة اللي يجب أن تتمتع بها هذه المبادرة. نعم. أنا رؤيتي الشخصية وهي كالآتي: أولا لازم نعلن عن استثمار موجه يخدم القطاع الزراعي. ما هو الاستثمار الموجه؟ بالتأكيد لدينا داخل البلد رؤوس أموال ومستثمرين كبار، وحتى يجوز خارج العراق عراقيين أو أجانب إذا ما صارت ترسو على العراقيين، بس أفضل أن يكون ابن البلد إلى الأولوية، بأنه وزارة الزراعة ماذا يحتاج القطاع الزراعي؟ أول احتياج للقطاع الزراعي، وهذا وجه به دولة رئيس الوزراء، اللي هو منظومات الري بالرش. يعني اللي ما يستخدم الفلاح منظومة ري بالرش ما يدخل ضمن الدعم لمحصوله بالخطة الزراعية. هذه تحتاج إلى أنه نأسس إلى مصانع وليس مصنع، مصانع لإنتاج منظومات الري بالرش حتى نتوسع بهذه المنظومات، وهذه خطوة أساسية لشيئين: أولا الإنتاجية تكون أعلى. نعم. في استخدام منظومات الري بالرش. ثانيا راح يكون عندي تقنين للمياه، عندي وصلنا إلى، أنا مثل ما قلت لك وصلنا إلى ندرة المياه، راح نوصل، فيراد لازم أحافظ على المياه مالتي، فإذا ما عندي راح أعتمد على الاستيراد، ذاك الوقت عملية معقدة، ولهذا هاي واحدة من الشغلات اللي تأخرت بها انتشار منظومات الري بالرش بسبب عدم وجود صناعة قائمة داخل البلد لإنتاج هذه. فأتمنى طيب. أن يكون الاستثمار موجه بهكذا جانب. طيب. جانب الآخر عند المبيدات، عند اللقاحات والعلاجات البيطرية، عندنا في مسألة التصنيع الغذائي، مسألة السماد، السماد المركب اللي موجود، يعني سابقا كان موجود. نعم. إنتاج السماد المركب. ليش ألجأ إلى الداب استيراد؟ عندنا لازم مستلزمات. أعزز العفو، بس أكمل لك هذه الفكرة. تفضل، وحتى أعدل بالوقت. السماد العضوي، فكلها هذه فرص متاحة للمستثمر أن ينشئ صناعة، وراح تكون داعمة له. نعم. فيما يتفضل قطاع الزراعة. نعم. فيما تفضل به الدكتور مهدي. الشيخ حاتم نسأل عن أكو استراتيجيات إعادة هيكلة، يعني هل راح تقف هذه الاستراتيجيات عند دعم المدخلات اللي تحدث عنها الدكتور مهدي من مستلزمات زراعية، لقاحات، مبيدات، أسمدة، أو راح نتحدث عن مخرجات ما بعد هذا الموضوع؟ نتحدث هنا عن تحديد الأسعار النهائية، طريقة استلام المحاصيل، لو أكو هنالك أيضا بعد مقترحات من عندكم تدعم هذه المبادرة. نعم، حقيقة يعني احنا العملية الزراعية فيها مدخلات وفيها مخرجات. مدخلات العملية هي مقومات العملية الزراعية من بذور وتهيئة أرض وأسمدة. نعم. ومبيدات وإلى غيرها من المستلزمات. يعني بعدها عندما تحصل تكون عندك المخرجات وعملية التسويق والأسعار ودعم الأسعار. يعني الملاحظ خلال هذا العام أنه أوعدنا دولة رئيس الوزراء من خلال زيارته إلى محافظة واسط أنه هو في صدد زيادة الأسعار من 850 ألف للطن في محصول الحنطة والشعير إلى 600 ألف طن، إلى العفو دينا، إلى مليون دينار. يعني هذا حقيقة انتعش عندنا على الأقل الجانب المعنوي، وهي لم تحصل الزيادة بشكل رسمي لحد الآن. نعم. هذا من جانب. جانب الآخر، نحن يعني كفلاحين نبقى يعني
نطالب الدولة الحكومة العراقية كافة الوزارات المعنية بما فيها وزارة الموارد المائية أن يعني تهيئ إن أرضية الزراعة المناسب. أنا على سبيل المثال لدي أراضي واسعة، من بديت أهيئ للموسم الزراعي الشتوي، إحنا نعتمد على الزراعة الشتوية بدرجة أساس، بديت أبدأ بمساحات قليلة جدا، أخشى من شحة المياه، ويعني بدأت في 100 دونم وطلعت على 200 دونم وصلت 300 دونم وقفت. أنا عندي 1000 دونم وقفت. فهنا يجب أن تتدخل هذه الجهات حتى يعني تكون أكو فد دعم لهذه المبادرة. أنا خلينا أقاطعك شيخ حاتم، الكلام لطيف ويا جنابك، وأتقدم لك بالشكر الجزيل الشيخ حاتم الدفاعض والجمعية الفلاحية فرع المدائن، وشكر كثير لحضرتك الدكتور مهدي ضمد القيسي مستشار وزارة الزراعة، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.